أحبتي في المسيح، يا مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج المجلة السعودية. واليوم حيكون عندنا موضوع مهم جدا، وهو الله المخلص. خليكم معنا عشان تعرفون الجواب. أحبتي في المسيح، أرحب بكم مجددا مع فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين المكررة. واليوم نتكلم عن الله المخلص. إن موضوع الخلاص موضوع أساسي في الإيمان المسيحي، وفكر بولس الرسول ينطلق من الخلاص. فقد اكتشف أن جميع البشر خطأوا، وبالتالي هم هالكون، فكيف ومن أي شيء يخلصنا المسيح؟ هذا هو السؤال اللي بنحاول نجاوب عليه اليوم. حنا تعودنا أن نربط موضوع الخلاص بالخطية الأصلية، وفي هذا شيء من الصحة، ولكن الخلاص هو أهم وأوسع وأقدم بكثير إن صح التعبير من الخطية. قد يساء فهم كلمة الخلاص بشكل أو بآخر، علشان كده خلنا نحاول فهم معناها. عندما أخلص فأنا أخلص من شيء ما، وبالمقابل يعطي لي شيء آخر أفضل. فعندما أخلص من مشكلة أحصل على الفرح. فالخلاص من الخطية يعني الخلاص من نتيجة الخطية، وهو الموت. وعندما أخلص من الموت إيش أخذ؟ أخذ حياة. يعني الخلاص هو هبة الحياة. فقبلنا بهذا التعريف، تصبح عملية الخلاص الأولى عملية الخلق ذاتها، حيث أعطى الله الحياة للبشر. فالخلاص هو أوسع بكثير من موضوع الخطية، وإن كان يشمل أيضا الخلاص من الخطية، لكن هذا يأتي في مرحلة أخرى وكتجديد للعطية الأساسية التي رفضها الإنسان بسبب الخطية. عادة حنا نقول إن المسيح تجسد وسكن بيننا علشان يخلصنا من الخطية. هذا يعني إن الخطية هي اللي فرضت تجسد المسيح، فلو لم تكن هناك خطية لما تجسد المسيح. ولكن الكتاب المقدس بوجه عام والإنجيل بوجه خاص يقول لنا أن المسيح تجسد لأنه يحبنا، واللي يحب يبي يتحد بالحبيب، وهذا هو الزواج. وقد سبق لنا وقلنا أن الله تزوج البشرية. هذه هي الصداقة الحقيقية التي يتحد فيها الصديقان بالروح الواحد اللي يجمعهم. من يحب يريد ويسعى أن يشارك المحبوب في كل ما يعيشه من فرح وحزن، من فقر وغنى، في السراء والضراء مثل ما يقولون. المسيح أتى وسكن بيننا علشان يشترك معنا في كل شيء، في كل ما يعيشه الإنسان، في كل ما يجعله إنسان. أي أن المسيح جاء ليتضامن معنا وشاطرنا وضعنا الإنساني. وهذه الفكرة حنتوقف عندها. خلنا نرجع لموضوعنا. المسيح جاء علشان يخلصنا من الخطية اللي هي عدم ثقة الإنسان بالله، وهي مرتبطة بحرية الإنسان. وعدم الثقة يعني عدم الثقة بحب الله لنا. ولهذا السبب يسعى الإنسان كما سبق ورأينا للحصول وحده على الحياة،
بأعماله وبعيدا عن الله. هذا اللي يخلي الإنسان يسعى إلى التسلط وإلى استغلال الآخرين علشان يثبت لنفسه أنه محبوب، يسعى إلى الملكية، إلى المركزية والمحورية، لأن الناس بنظره تحب الأغنياء مثلا. وعندما تزول تلك الملكية يلاقي نفسه وحيد. والزواج في أيامنا مع الأسف أصبح مبني على هذا الأساس بدل أن يبنى على الحب. المسيح يخلصنا من الخطية، أي أنه يخلصنا من كل ما يمنعنا أن نكون بشر، من جميع أنواع العبوديات التي تسخرنا وتسلب إرادتنا وحريتنا. وأخيرا فإن المسيح يخلصنا من الموت. والرب يبارك السامعين. آمين. ولا تهملني، لا 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 تهملني وتنساني ولا مرة. وخطية المرة محيتها من القلب، خطية المرة محيتها من القلب. أشكرك 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 يا رب، أشكرك 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 يا رحمة وكل رحمة وعدل الله.
أكبر نعمة أرسلت لي ابنك، ابنك الكلمة احتمل عني صلب، ابنك الكلمة احتمل عني صلب. أشكرك 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 يا رب، أشكرك 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 يا يقول القرآن عن المسيحيين: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبغض النظر عن ما تحتويه الآية من تكفير واضح وصريح للمسيحيين وما يترتب عليها من أحكام ومعاملات شرعية تبيح دم ومال وعرض المسيحيين في العالم، ألا إني اليوم بتكلم عن سبب التكفير نفسه. فالإسلام يقول إن الله ليس المسيح، والمسيحية تقول إن المسيح هو الله. والمهم هنا نعرف الحقيقة،
هل المسيح ابن مريم هو الله أم لا؟ وإذا كان المسيح ليس الله فمن يكون المسيح؟ وعشان نوصل لنتيجة خلينا نشوف شخصية المسيح من خلال القرآن والإنجيل مع بعض. فكيف وصف القرآن المسيح وكيف تحدثت عنه المسيحيين؟ والحقيقة أن القرآن بالنسبة لي هو أول شاهد بأن المسيح ابن مريم هو الله فعلاً. فلم يصف أو يوصف القرآن شخص بما وصف به السيد المسيح أبداً، بصفات لا تليق أو تنطبق إلا على الله وحده. ولعل أول شاهد على ألوهية السيد المسيح هو تعمد القرآن تسميته بالمسيح ابن مريم. فمع العلم أن القرآن يقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني كلمة الله وروح من الله، ألا إن القرآن لا ينسب المسيح لله أبدا ويصر على ذكره بالمسيح ابن مريم بس، وكأنه كلمة مريم وروح منها هي مش كلمة الله وروح منه، أو كأنها حملت بالمسيح بقوته وإرادته الذاتية بدون أي تدخل إلهي. فنشوف خوف وحذر كبير جداً في القرآن من ارتباط اسم الله بالمسيح حتى لو ولو كان بشكل معنوي أو بعيد. وعموماً خلوني أسأل هنا، هل يعتبر المسيح المولود من مريم إنسان طبيعي؟ بشر عادي حاله حالنا؟ اللهم تميز بأنه مولود بدون أب؟ أو كان يملك طبيعة ثانية بالإضافة إلى طبيعة البشرية؟ يقول المسيح في القرآن إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمأ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالمسيح هنا يقول إني أخلق، وحط خطين تحت كلمة أخلق، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني على شكل طير، فأنفخ فيه فيكون طيرا، يعني من شبه طير إلى طير يطير تدب فيه الحياة، وبنفخة فقط من السيد المسيح. لكن غريبة، مش القرآن يقول والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يعني نفخة الله وهبت حياة ونفخة المسيح هم وهبت حياة. فهل تحدث القرآن عن أي شخص وهب الحياة غير السيد المسيح؟ أو هل تعتقد إن السيد المسيح بشر عادي؟ كان يتعامل مع الجسم البشري وكأنه صنع يديه، يخلق العيون ويرجع الأطراف المبتورة ويطهر الأبرص ويعالج الأعرج ويشفي المريض. فهل الإنسان العادي يقدر يسوي نفس الأشياء اللي يقوم فيه السيد المسيح؟ كانت الروح تحت تصرف السيد المسيح، يرسله يمين، يوديه شمال، يحيي بها موتى، يهب منها حياة. فمن يملك سلطان على الروح إلا صاحب الروح وحده؟ كان المسيح يعلم الغيب ويعرف ماضي الناس ونياتهم وأرزاقهم وإيش يأكلون وإيش يشربون وإيش يدخرون، فهل فيه أحد يعلم الغيب إلا الله وحده؟ هل في أحد من البشر يشبه المسيح؟ وإذا ما فيه مثله أجل من يكون؟ إنسان نبي كريم مؤيد بالروح القدس، صح؟ تعتقد إنك كذا حليت المشكلة أو عقدت أكثر؟ هل تعتقد إن الله يوزع قدراته وصفاته على الناس يشاركون فيها؟ وإذا كان يوزعها فليه يخص المسيح بالذات بكل ذا المعجزات والآيات دون غيره من الأنبياء؟ ليه ما أيد أشرف الأنبياء والمرسلين بالروح القدس؟ هو خاتم الأنبياء ورسالته آخر الرسالات، وأكيد هو أولى وأحوج تكون له كل ذا المعجزات. فاشمعنى المسيح بس؟
ليش المسيح بس من ولادته إلى صعوده مختلف؟ تذكر الأحاديث الإسلامية إن السيد المسيح الوحيد في الخليقة المقدس بلا خطيئة، فكل بني آدم مسهم الشيطان إلا المسيح ابن مريم، فهو المعصوم من كل إثم ودنس، لكنه بشر عادي، إنسان وبشر عادي. يعني قوة وسلطان وآيات ومعجزات وقداسة، فممكن تسأل نفسك من يكون؟ ليش هو بس القادر على كل شيء؟ اسأل نفسك، هل عادي كل ذا الأمور تصدر من إنسان طبيعي مثلي ومثلك؟ السيد المسيح كان آية متحركة، لمسته تهب شفاء وقوة، كان يقول للشيء كن فيكون، اشفي، اطهر، قم، ابكم، اخرج، كل شيء به كان، ومن غيره لم يكن شيء مما كان. به كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. إنه المسيح فقط وليس أحد سواه. يقول أنا والآب واحد، الذي رآني فقد رأى الآب. هذا هو المسيح في القرآن والإنجيل، يخلق ويحيي ويهب حياة، يشفي ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويتصرف بالروح، وكل هذا بمجرد كلمة كن فيكون. يقدم المحبة وينشر السلام ويعلم الناس، فمن له أن يفعل كل ذلك أو يقدر عليه إلا الله وحده؟ الموضوع مش فكرة تحولت إلى حقيقة، الموضوع حقيقة تحولت إلى واقع. نعم، إن المسيح ابن مريم هو الله المتجسد فعلا، جاء ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل وينقذ ما قد هلك. عاش بيننا وتحمل أوجاعنا ومات جسده على الصليب لأجلنا وقام في اليوم الثالث. مش إحنا المختلفين فيه، لأننا نعرفه تمام المعرفة، لكن حاول أنت تتعرف عليه، فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وشكرا لكم على المتابعة، وأشوفكم على خير في الأسبوع القادم في أمان الله. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم، هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم، طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار العدويني. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المجلة السعودية، وهذه الفقرة اللي كلنا ننتظرها وحصاد كل العمل، اللي هي فقرة الاختبارات. نشوف هذا الاختبار اللي وصلنا من الأخ زين خا. يقول: مرحبا أخ خالد، أحب أن أشارك اختباري. أنا لست مسلم سابق،
بل من عائلة مسيحية، ولكني تركت الإيمان المسيحي وتبعت النظريات العلمية كنظرية داروين وغيرها لمدة طويلة من الزمن. عندما صعبت في وجه الحياة لم أعد إلى المسيح، لكني ذهبت إلى ديانات الصين والهند. غير أن الله لم ينساني، بل شاء أن يعيدني إلى حضيرته، فترأى لي في أحلام كثيرة، فتركت النظريات العلمية والديانات الأخرى وعدت إلى الإيمان الصحيح، الإيمان المسيحي. الآن عندما أنظر إلى الوراء أتعجب من سذاجتي، مع أني أعتبر من المثقفين. كيف أنكرت وجود الله مع أن الكون كله يحدث بعمل يديه؟ غير أنه بسبب تعرفي على ديانات أخرى أعرف الآن أن المسيحية وحدها هي الصحيحة، لأنها وحدها فيها فداء الله للإنسان. آمين. الرب يباركك يا أخي المبارك زين، وتكون ثمر. يعني أنت تذكرني بفلومون اللي قال عنه الرب لعله راح لكن لكي يعود إلى حضيرة الله وإلى الأبد. آمين. الرب يباركك وتكون أنت، ربنا رجعك عشان ربنا يبغى يستخدمك لترجيع الآخرين. أحبتي في المسيح، وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم المجلة السعودية، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.